كابتن علاء فوز مستحق، وان كنت انا شايف يعني كده عدم رضاك عن العرض. لا عدم رضاي على الشوط الاول، لكن الشوط الثاني لحد كبير حسن حصل حاجه بس بسيطه قوي اللي هي خلت الشكل احسن. حصل ان في سرعه في الاداء، التحرك بقى واخد عرض الملعب كله، التكاتك اللي بنشوفه من لعيبه النادي الاهلي بقى خلاص، كل خط او كل جنب اتحرك لوحده كويس قوي. اللعيبه بدات تشوف بعض كويس قوي، بدات تشوف المساحات اللي موجوده في خط الدفاع المحلي. شفت الاهداف، الهدف الثاني والثالث بدا، بس اللي بيبص هيلاقي مساحات كتير جدا. الهدف الثاني والهدف الثالث كلها مساحات موجوده في خط الدفاع المحلي، ما كانش حد شايفها في الشوط الاول. الشوط الاول ما كانش حلو، الشوط الاول كان تمرير كتير قوي مقطوع، تحرك وحش قوي من غير الكوره، تلاقي اكتر من لعيب في مكان واحد، لعب عقيم، لعب عقيم الشوط الاول. الشوط الثاني لا، الشوط الثاني انت الملعب بالظبط بقت واخد عرض كويس قوي، والحركه الطوليه اتحسنت كتير جدا. خصوصا محمد انت عايز تطلع حصفصح؟ لا لا لا، انا عايز اقول لك كمان بس اتفضل. ساعدك في كده كمان مستوى غزل المحل الشوط الثاني. هو غزل المحل الشوط الثاني واضح انه بدنيا تعبانين جدا، مش قادر يجريك. انا احنا دايما بنتكلم في الاستوديو هنا بنشيد بالحاله البدنيه لعيبه النادي الاهلي من زمان. ممكن الشوط الاول وحش وده اكيد مش حلو على فكره، لما تفهم مع الناس كلها ان الشوط مش حلو، لكن لو كنت حرصت هدف الشوط الاول الشوط الثاني كان هيبقى اسهل من كده بكتير.